أهلا بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي خلونا نروح لتقرير من معرض تراثنا الحرف اليدوية في دورته الرابعة اللي افتتحه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللي بيقام بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللي نهايته هتكون يوم 15 أكتوبر بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة طبعا وعدد من مستشاري السيد رئيس الجمهورية وسفراء عدد من الدول العربية. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع مرة تانية. دي الدورة الرابعة لمعرض تراثنا، هو أكبر ملتقى للحرف التراثية والحرفية واليدوية على مستوى الجمهورية. السنة دي 1116 عرض على مستوى الجمهورية، في جهات كبيرة متعاونة معانا موجودة في المعرض وبعض الجامعات والجهات الأهلية، الجامعات الأهلية معانا، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة معانا، المجلس القومي للمرأة، المركز المصري للحرف الصناعات والصناعات الحرفية، مركز مصر للتصدير، الغرفة التجارية للأساس بدمياط، ملك القاهرة، معانا خمس دول عربية، السعودية والإمارات والأردن وليبيا والسودان، والسعودية بالمناسبة هي ضيف شرف المعرض السنة دي. جهاز عامل حاجة كويسة قوي، عامل جناح كبير اسمه خدماتنا، بيقدم من خلاله خدمات للعارضين مجانا، عبارة عن استشارات، عبارة عن تسويق، جايبين لهم أكبر شركتين بيشتغل في التسويق الإلكتروني موجودين معانا كشركاء للجهاز، يقدر اي عارض انه يعرض المنتجات بتاعته على الشركتين دول. حقيقة المشاركة هاي هي المرة الثانية لنا، السنة اللي فاتت كنا مشاركين والسنة هاي احنا مشاركين، واذا الله احيانا ان شاء الله بنشارك دائما في المعارض هاي. المعرض السابق صارت لقاءات كثيرة ومعارف وعلاقات تجارية بين الشباب بتنمية الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذا شجعنا ان دائما المشاريع العربية تكون بينها نوع من المشاركة والتكامل. يعني هي هاند ميد اكسسوارز كلها جولد بليتد، وانا اللي بعمل الديزاين، ويعني فكرتي ان انا مش بحب حاجات كتير تبقى مكررة، فبعمل تقريبا 1 بيس او 2 بيس من كل حاجة وبس. وهو معرض ناجح جدا جدا وتحفة، يعني انا بستناه من السنة للسنة. بحكم دراستي في الديكور وكده، فحبيت ان انا ادمج هوايتي اللي هي التفصيل والخياطه مع الدراسه عندي، ان انا حبيت اعمل حاجات تراثيه، واخد الموتيفات المصريه بتاعتنا ادخلها في شغل التطريز والبرودري والخياطه، فبالتالي انا حاولت ان انا ازين البيوت المصريه كديكور وكشغل بالشغل المصري بتاعنا.